وفي طريق الدفاع عن عزتنا وكرامتنا، وفي طريق الدفاع عن رمزنا. نأمل أن لا تقدم هذه السلطة على حماقة الإقدام على اقتحام هذا الحصن، فإن الأرواح، فإن هذه الوجودات المؤمنة كلها على استعداد للتضحية بدمائها وأرواحها في هذا الطريق. نحن لا نبحث عن التصادم، لا نبحث عن المواجهة، ولكن لن نرضى بالانسحاق أبدا، لن نرضى بالذلة أبدا، لن نرضى بأن نعيش أذلاء. إننا قد تربينا على نهج الإمام الحسين عليه السلام الذي صدع والذي قالها بكل قوة قبل 1400 سنة، وهي تتردد اليوم في أصداف العالم كله، قالها بصدق ويرددها المؤمنون بكل صدق: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. نحن نعلم أنكم تملكون الأسلحة والقوة التي بإمكانها أن تقتحم هذا المكان وأن تقتل من تقتل وأن تجرح من تجرح وأن تفعل ما تفعل، ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد أن توغلوا في دماء المؤمنين وفي دماء أبناء هذا الشعب؟ ماذا تريدون أن تحكمون؟ ماذا تريدون أن تكونون؟ تريدون أن تكونوا حكاما سفاحين؟ تريدون أن تحكموا على جثث الموتى والمعتقلين والمهجرين؟ ما هذا الحكم وما هذا السلطان؟ ندعو إلى ضرورة التعقل وإلى ضرورة الرشد في المواقف. نحن لا نتحدى، ولكن لن نقبل الذل أبدا. تعلمنا من رمزنا ومن قائدنا عندما قال: هذه رقابنا، وهذه دماؤنا، وهذه رؤوسنا، فداء لعزتنا وكرامتنا. إن هذا الرمز وهذه الجماهير والرموز المعتقلة في السجون والشباب المعذبون في السجون والمهجرون وأبناء الشعب جميعاً لم يخرجوا أشرين ولا بطرين، ولا خرجوا يبحثون عن المواجهة والتوتر والتصادم، وإنما خرجوا يطالبون بمطالب عادلة وحقوق مشروعة تشهد لها جميع القوانين السماوية والأرضية، واتخذوا منهج السلمية في حراكهم. إن هذا الرمز وهذه الجماهير والرموز المعتقلة في السجون والشباب المعذبون في السجون والمهجرون وأبناء الشعب جميعاً لم يخرجوا أشرين ولا بطرين، ولا خرجوا يبحثون عن المواجهة والتوتر والتصادم، وإنما خرجوا يطالبون بمطالب عادلة وحقوق مشروعة تشهد